يستمع للمرجع الشيعي الكبير مجتبى الشيرازي وقصة المهدي وكورنيش البحر بالكويت لتعرف الجواب. المرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر في الكويت، وهناك منع أكيد من الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه أن لا يحق لأحد يدعي أنه متصل بالإمام في الغيبة الكبرى، ومن ادعى ذلك فهو بتعبير هذا نص الكتاب الذي صدر منه إلى السمري رضوان الله عليه، فمن ادعى ذلك فهو مفتر كذاب الذي يدعي الاتصال والمواصلة بالإمام. ففي إحدى الليالي اللي كان يمشي بهن على كورنيش بحر الكويت ظهر له الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه في أوائل إقامته بالكويت، وبعد مضي سنة ونصف على قيامه بالرياضة الشرعية المحللة اللي أساسها الامتناع عن أكل الحيوان ومشتقات الحيوان. فأي الشهيد الجديد في حياته كان يقوم بهذه الرياضة، بين فترة وفترة كان يقوم أقل شيء 40 يوم، أكثر شيء ما شاء الله. ففي أوائل إقامته في الكويت كانوا مع بعض الأحزاب كانوا محصلين فتاوى ضد الشهيد الجديد، فتاوى بعدم الاجتهاد، فتاوى بالفسق، وفتاوى بأعظم من الفسق. فالأزمة كانت مشتدة وكانوا ضاغطين على الحكومة الكويتية حتى تطرد الشهيد الجديد من الكويت. ففي تلك الأزمة اللي صدق كانت أزمة كبيرة ظهر له الإمام المنتظر وقال له بترك الرياضة الشرعية المحللة فورا. قال له بعد بس لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم. وفي نفس الوقت بشره بالاطمئنان، قال له شوف ترى لا يصيبك من هالمشكلة سوء جدي، لا تقتل، لا تعذب، لا تسجن، الحكومة الكويتية لا تطردك، أما مشاكل الجهاد باقية، مشاكل الجهاد باقية. الناس هذا أمر مرفوض في العقيدة ولا يمكن. انتهى بوفاة سفير الرابع السفياني، هكذا تقول الرواية، قبل السفياني كل من ادعى وسيأتي على شيعتنا وفي نسخة شيعتنا من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفيان هذا النص فهو مفتر كذاب. يعني ما دام الصيحة التي هي من حتميات الظهور والسفيان الذي هو من حتميات الظهور لم يتحقق هذان الشرطان، فكل من يدعي اللقاء بهذا المعنى والاتصال فهو مفتري. إذا العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في شقاوة